صباح الخير الشيف توفيق رزق الله رئيس الطهات في كافيه لو شوكولا، سيقدم لنا اليوم سر تحضير التيراميسو وهو من اشهر الاطباق، اطباق الحلوى طبعا الايطاليه. صباح الخير شيف. اهلا وسهلا، اليوم ان شاء الله حنعمل مع بعض الجاتو تيراميسو. مكونات الجاتو تيراميسو هو بودره الكاكاو. كريمة العيش، بودرة الكاكاو، طبعا الكريمة الطازجة، وهي عادة بتكون معلبات نخفقها حتى نحصل على هذا الشكل متجانسة، حتى تصبح متجانسة. هذه جبنة الماسكاربون الإيطالية المشهورة موجودة بالسوق، ولو ممكن نساعدك في هذه الفئة. نعم. أحسن في الماسكاربون. نعم. هذه الشوكولاتة جناش سائلة، يعني الشوكولاتة سودة مع شوية حليب بتفتحها بس ما في شيء. هذه نسكافيه قهوة في جاهزة. هذا موجود. سوري شوي. ستوب. حسن. تفضل. هذا البسكويت كوير موجود في جميع المحلات عادة يكون بهذا الشكل. نعم. يستخدم بالكثير من الحلويات الفرنسية. نعم. خاصة في الشارلوت أصفر كبير، صفر ثلاث بيضات. نعم. حليب، جيلاتين، بودر، سكر، هذا سكر عادي. هذه قطعة من البسكويت، الكثير من الجلود يعرف المقادير ويستعملها. نعم. ناخذ حوالي ربع لتر من الحليب. ناخذ ثلاثة بيضات هذول أصفر البيض. كب عليه السكر. مع السكر بطريقة هذه، في نفس الوقت نحط الحليب على النار يغلي. حطينا الحليب ربع لتر هذا نسخنها، طبعا الافضل الحليب طازج. نعم. حط ملعقه من الجيلاتين باودر موجود في الاسواق. هذه تسمى صوص انجليز، حضروا فيها. أو الكريمة الإنجليزية. نعم. هذه الأساس في كل جاتو موس، لازم يكون طريقة الصوص انجليز تكون موجودة. خلاص شفنا الحليب باور. إذا بعد ما يغلي الحليب خفف النار. ونحط اصفر البيض مع السكر اللي خلطناهم اوريدي. ونخلطهم بالطريقه هذه. كذا الصوص الانجليز بتاعنا جاهزه. نصفيها على طول. هنا. طبعا هي سائلة ولكن عندما تبرد تتغير. كده كنا خلصنا صوص انجليز اللي حطيناه. شوف
صوص انجليز. طبعا الحين حنبدا في تجهيز التيراميسو. بناخذ قطعه البسكوي هذه او ممكن تكون قطعه الكيك. نعم الكيك العادي يعني ما فيها يعني كيك اسفنجي. نعم بناخذ ملعقه او ملعقتين من الشوكولا صوص الشوكولا ونحاول. شيف الافضل استخدام الشوكولا السائله او صوص الشوكولا؟ الصوص الشوكولا يكون احسن. اوكي كده واضحه صوص الشوكولا على كامل الواقع. بناخذ ثلاثة ملاعق نفتحها بنفس الطريقة من كريم الماسكربون كريم التيراميسو. كده بناخذ قطع البسكويت كبيرة ولا صغيرة يعني نفس الشيء ما يخالف. حطوهم بالطريقة هذه هذا النوع من البسكوت شيف شهي جدا بالحلويات. ثم ناخذ نسكافيه نحاول نبل البسكوي هذا. يعني نعمل كوش من الأولانية اذا طبقة أولى طبقة أولى بالكريمة ثم طبقة من البسكوي مع النسكافيه. طبعا النسكافيه مذوب بدون سكر ولا مع لا بدون سكر لانه كله فيه سكر هو. فهمت؟ ونعاود نعمل نفس الشيء الطريقه هذه بالذات زي ما عملنا الطبقة الأولى.
نحط على البسكويت. طبعا نسكافيه ستعطينا نكهه مزيج من المروره مع الحلاوه تصبح نكهه شهيه. الطبقة الأخيرة هي طبقة كريمة ولكن ربما الكمية تكون أكبر. ستوب. ستوب. كده التيراميسو يكون جاهز، نحطه في الثلاجة لمدة ساعة أو في الفريزر لمدة 15-20 دقيقة. تفضل. الحين التيراميسو بتاعنا جاهز، طلعناه من الثلاجة، بنحط عليه البودر الكاكاو. طبعا الكاكاو تعطينا شكل التيراميسو الأصلي. هو مزيج بين الأبيض والبني. تفضل شيف. خلاص بعد ما حكينا البودر كاكاو بنشيل السيركل بطريقة هذه سهلة. طبعا شكله صار جميل جدا. الحين عنا التيراميسو بتاعنا جاهز بطريقة هذه وحنبدأ الديكور بتاعه. شيلنا بعد ما خلصنا نعمل ديكور خفيف للتيراميسو بالطريقه هذه. شيف خلال حلقه قادمه ستعطينا طريقه صنع الشوكولا الواح الشوكولا بهذا الشكل. نعم، هي طريقه سهله. شيف تفضل. شوفوا حاجة ديكور خفيف بالطريقة هذه. كده تيراميسو تكون عملنا له الديكور نتاعه. ناخذ قطعة طبعا شكله جميل. لحظة ببرمها هيك. تفضل. ناخذ نصف حبة كيوي مع قطعتين من الفول. حبة فراولة مع قطعة من الأناناس بالطريقة هذه. شكرا شيف. طبعا صحن جميل جدا. طيبة. شكرا والى اللقاء. اهلا وسهلا فيكم.